بالنسبة للميت بتسأل إن الشخص لما بيتوفى بتقول هل بيعرف إنه هيموت ولا لأ؟ ساعات بنسمع إن في ناس بتحس بقرب أجلها ولا ده صدفة؟ وهل الشهيد اللي بيتوفى بيظل جسده سليم؟ هو بالنسبة للجزء الأول في السؤال، هل بيستشعر المتوفى بدنو أجله؟ لم يثبت في الشرع ما يفيد ذلك، لكن قد يعني ما عنديش وقائع محددة، لكن قد يكون من توفيق الله للعبد إنه يختم حياته على أحسن حال، فإنه يلهم بده أو أنه يوفق لده فيختم الحياة على أحسن حال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخواتيم. وقد يفتح الله على بعض الناس، على بعض العباد، فيلهم بده ونشوف أنه يتكلم به بأنه دنا، أو ربما ينطق به وهو غير لا يشعر لكن يجرى على لسانه، فسبحان الخالق العظيم. ينبه اللي حواليه، يهيأ ليهم الجو، ينبه نفسه إلى حقيقة هذه الدار وحقيقة ما سننتهي إليه، وأنه الإنسان الموت أمر حتمي، وهكذا. بالنسبة للشهداء، يعني الشهداء ممن ورد فيهم يعني إن الأرض لا تأكل أجسادهم يا أختنا الفاضلة.